ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دوار العزيزية ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظ دوار العزيزية. الله يحفظ المملكة العربية السعودية. الله يحفظ المملكة العربية السعودية. الله يحفظ مملكة البحرين، مملكة الأردن الهاشمية، جميع الممالك، جميع الدول. الله يحفظ جميع الناس. من حبنا لله بنحب كل الناس وكل عوالم الوجود. أدنى مراتب الوجود قلنا اللي هو الجماد، الألماس، الذهب، الوطن، الحدائق العامة، هي أدنى مراتب الوجود. بعدين بيجي عالم النبات، بعدين بيجي عالم الحيوان، بعدين بيجي عالم الإنسان اللي احنا ربنا شرفنا أشرف المخلوقات. فمن حبنا لله بنحب كل الناس، بس أكيد لازم نحب أكثر شيء الله اللي هو خالق كل هدول الناس. بس مش غلط نحب كل الناس وكل على عوالم الوجود، ونحترم الحيوان، وبنسمع قصص انه مرات في ناس مسمين نفسهم مسلمين ومؤمنين ومسيحيين ويهود واذوا بسة او اذوا حيوان ودخلوا النار. فالفكرة نتعلم انه نحترم جميع عوالم الوجود وخصوصا الانسان اللي ربنا شرفنا. احنا اشرف المخلوقات، خلقنا في احسن تقويم، خلقنا من روحه. القرآن الكريم بيقول نفخنا من روحه في كل كتب السماوية. أحببت خلقك فخلقتك فأحببني كي أذكرك وفي روح الحياة أثبتك. كنت في قدم ذاتي وأزليت كينتي، عرفت حبي فيك خلقتك ولقيت عليك مثالي وظهرت لك جمالي. أكثر شيء نحترمه الله. وبالأخير أخلاق، كل الأديان عبارة عن أخلاق. فمن حبنا لله بنحب كل الناس. هنعبي بنزين، تاريخ اليوم مميز جدا، 18 حندخل على 19/9 الله المستعان 2024. كيف الأيام تمشي والسنوات بتمشي. هاي 7، بعد 7 كيلو البنزين بيوقف. فاحنا مش مفروض نمشي والسيارة ما فيها بنزين ومش نايمين 4 أيام وبعدين نعمل حادث نقول قضاء الله وقدره؟ مش مفروض. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. كنا نعبي ب 14 ريال فل، ونعبي سيارات الفورد 20 ريال فل، هلا نعبيه 280. وهي الله المستعان، هلا شوفوا كم المبلغ هيجي. كيف الحال؟ كويس فل. ايوه ماشي، كل 91 91 شبكه مدى. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. هلا هاي الصفر عداد، نسينا نطفي السياره، بس ثاني مره لازم نطفي السياره. الله المستعان. فقلنا احنا ناخذ حذرنا، الحيطه والحذر. يعني ايش الحيطه والحذر؟ ما نمشي والسياره ما فيها بنزين ومش نايمين، نقطع شارة حمراء وبعدين نقول قضاء الله وقدر. نعمل علينا ونرضى بكل شيء يجي لنا، حتى لو قلنا الصباح بدري وحاولنا نجيب الفلوس وحاولنا نحلم بالسيارات ونحلم بأحسن الأموال، ربنا يمكن ما يعطينا. نرضى، يعني إن لا يصيبك البلاء في سبيلي كيف تسلك سبل الراضين في رضائي، وإن لا تمسك المشقة شوقا للقائي كيف يصيبك النور حبا لجمالي. المحب الصادق يرجو البلاء كرجاء العاصي الى المغفره والمذنب الى الرحمه. اللهم استعان. هي 24 ولسه عبينا 11 لتر، حنوصل حوالي 105، والسيارات الكبيره بنوصل 260. اللهم استعان اللهم استعان. هذا بنزين 91. فالدنيا هي عباره عن مجرد ثواني وأيام، مجرد عبارة عن 1 2 3 4 وتعدي. هذا فتح محل جديد اسمه تاوة، الله يحفظ تاوة، وزينوا بالعلم الوطني، العيد الوطني بعد كم يوم 23/9. كل عام وأنتم بخير يا أهل السعودية، المملكة العربية السعودية. كل عام وكل السكان العالم، وكل عام وكل يوم وكل دقيقة وكل
وكل ثانية وأنتم بخير وأقرب إلى الله. الله يحفظ مشوار، الله يحفظ بروستد، الله يحفظ سبيل الدواء، الله يحفظ الدنوب، الله يحفظ جميع الناس. نذكر دائما أن الله يحب المحسنين، أن الله يحب الصابرين، أن الله يحب المتقين، أن الله يحب المتطهرين. الدعاء بغير القدر، الدعاء نوع من أنواع الإحسان، الدعاء نوع أنواع الصبر، الدعاء نوع أنواع التقوى، نوع أنواع التطهر. هندعي لجميع الناس أنه يا رب الله طهر قلوبنا وطهر نفسنا وطهر أجسادنا، وأهم شيء القلوب، لأنه هي عبارة عن أخلاق. القلب يعني أخلاق، قلب يعني نحب الناس، قلب يعني نحب الله، قلب يعني من حبنا لله من حب كل الناس ونسامحهم ونعطيهم غير مقابل، هذا يعني قلب. قلبا طاهرا فخلق فيه يا إلهي، سرا ساكنا جدد فيه يا منائي، وبروح القوة ثبتني على أمرك يا محبوبي، وبنور العظمة فشدني على صراطك يا رجائي، وبسلطان الرفعة إلى سماء قدسك عرجني يا أولي، وبأرياح الصمدية فبهجني يا آخري، وبنغمات الأزلية فاسترحني يا مؤنسي، وبغناء طلعتك القديمة نجني عن دونك يا سيدي، وبظهور كنايتك الدائمة بشرني يا ظاهر فوق ظاهري والباطن دون باطني. اللهم استعان، اللهم استغاث، اللهم استعان، اللهم استغاث، اللهم استعان. هاي 40 88 إلى 107 تقريبا. اللهم استعان.